الوليدات، واش كنبان لكم ولا لا؟ صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. المهم اليوم ندير واحد التجربه جديده. ها سفيان، التجربه بغا سفيان بقى ناخذ وظيفه، ولكن غادي نجربوها معاه. هذه 8 الصباح عندنا، وكم غريب 6 الصباح، صباح مبكر. جو فزونا من الهوتيل، دابا غنمشيو باش غنلبسو داكشي. المهم غادي نغطسو 5 متر تحت من الماء باش نكتشفوا العالم المائي. شو واقع تحت؟ شو واقع تحت من الماء؟ واش طالع عند الحوت داكشي؟ شو بحال الحوت مع راسات ما دي بريكسون طبيعي طبيعي. المهم انتم معانا. Good to be back. How is yours? I'm happy to see you. اش كتسني لهم؟ Always fine. You are a really I follow your training. Yeah. Looks really good. Of course. I thought you were going to be a little bit. Yeah. And then there's a little bit. I have a little bit. I have a little bit. I من الغرق التي احنا بطلتي ما عرفتش غادي نقدر نصبر ولا لا، واخا عطينا باش نتنفسو، لكن بصي شي كون خال عالي هاد القديم خلي خويا فوق المانا يلاه يجي البحر بدنا مرتاح مرتاح. This is going up. انا بقى ندير لك هكا فاصيا. This is stop. Stop what? Stop, stop, stop. Okay. Stop all the road. Okay. You have to go for something. You can take your foot. This is slow. First thing. Now, c'est premium or mutation? It's the first time here. Yes. Yes. So, you can breathe. It's okay. So, you need to rest from each. We have the plenty of air. Breathe how much ever you want. But so give me breathe. You feel more comfortable. You feel underwater much better. لا فهمي يلا فهمونا كاع ديك التخربيق اللي غنديرو. يلا فهمونا كاع ديك التخربيق اللي غنديرو، راه كيفاش ياسين كيفاش لعيبات قالوا لنا غنهبطو جوج بجوج، يعني غنهبط انا وياسمين. ملي ما غنكونوش ملي ما نكونوش كان غاطسين يعني نقدروا نعوموا وكذا. هو انا لا فيريتي ترونكيل، هو خايف من ياسمين ما تشوف. هلو خايف من ياسمين ملي تشوف الحوت بانيك، هي اصلا كتبانيكي واقيلا زي الضو بزاف، غتسمحوا لي نقص شويه الضو فوالا. خايف من ياسمين بانيك، ولكن ياسمين فهمتي ما عليهاش. واخا ياسمين المره الاولى كتخلع الحاجه من بعد كتولي ترونكيل. المهم بقاو معانا خوت بنادم جاي ايكيبي الحطيطه ديالو لعيبه كيديرها في الراس، واحد جاي موس دار في رجليه تكون جوج سميات ديال العيد راه واحد ضرب واحد الحوته في راسو سرع الربو معروف هذيك الليمونيه. احنا جايين قال لنا واش عندكم ليسانس؟ يو هاف لايسنس وي هاف جبهه. اخوت انا ندير راسي كندير سينماتيك باش يبان لكم ديك خونا حويته. ايوا راه هو فينا هو عاوتاني بان لكم لا فامي كلشي هبط بقينا غير حنايا فماشي حنايا حنا مشينا هبطو جوج بجوج قالك سروال حياتي سروال امي الحنونة امي الحنونة متى حياتي هذاك راه زيد حياتي صافي يعني ما مولفوش ديالك انت انا بحار حنا اخر وحدين غادي ينزلوا لي تكون في علمكم حنا مازالين بلا في الاخر ولا كنقولوا صافي عطيونا خبيز في فريميجو صافي يمكن تخلصنا على الغدا وصافي عطيونا خبيز في فريميجو. الي سي سفيان الي سي اللعيبه كتطلع بك شي حتى باش طلعت لي انا راه الموت المهم قال لك ما غاديش تطلع بزاف ولكن كنت طلع في الموت كنت تعاون انها
ولكن راه كنحس براسك. ها هو السي سفيان هنايا حاضر ناظر. تنترر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 ر
انا مكسور دابا يديروا لنا ديك القرايب وديك اللعيبات يا ربي يدوز كلشي بخير وعلى خير. انا مخلوعه شيئا ما ان شاء الله غيدوز داكشي طول. قال لك قال لنا من العلامات انكم الا كنتو زعما اليز ديروا لنا بحال هكا، الا كنتو بغيتو تطلعوا ديروا هكا، الا كنتو صافا بينو بين ديروا هكا. واش كيديروا بحال هكا؟ ورينا المشكل فين بحال هكا. كيفاش المشكل في النضاد ديروا بحال هكا ورونا داكشي ديال النضاد على ضبوا لك راسك الفوق ودنك خصك تبقى تسرحهم كل شويه. المهم بزاف الحوايج راه خلصنا باش يصورونا حتى لتحت ونحطوا لكم لا فيديو تاعي او سيستيم بيت شويه التلاحيه غادي يدير كيتلاح واقفين بهاد بهاد اللبسه واقف شاك تهز ياك كتهزك راسك من اللبسه كتهز كان ديروا تغطسوا لتحت ما عرفت زوينه ما تخنقتوش هذا صديقي من ليبيا. اهلا وسهلا. هذا صديقي من ليبيا. صداح لافامي الله عطاونا اللعيبات هذه ما فيها سهله وكيف كنسولو هذه الى خسرات باش نعرفو اف ديس هاف بروبليم وي تيك ذيس هو كيهبطني قال لي الا بقيتي 2 مينوت تحت من الماركه غتقدري ديريها كنهبط كنبدا ندير ليه زعما طلعني طلعني كنترعد قلت ليه ما قدرتش حتى دابا غير نكتشيك راسي قال لي راك صافي النفس غتحبس كاين شي حد الحوت ما بغاش يطلعني باش يدير ليا غتقدر كنت نقول له نو نو وقلت له قال لي انا نهبطك غير جربي واش تبي من راسي وهبطني حتى لقيت راسي 5 متر تحت من الماركه ولا مشينا اكثر من 5 متر بعدا هي اكثر من 5 متر عرفتي ثاني وصلنا شفنا شي حوايج الخيال يعني عرفتي كاينه وحده دايره بحال شي ورده اوغونج كنمشي كنديروا لها بحال هكا الرق في راسها هي ما عرفتش كيفاش سبحان الله كتقلب كتولي في واحد بحال واحد الانبوب ديال خصنا واحد الحاجه قالنا بونج سبونج بوب خصنا لتحت هو بحال قال لنا قيسوها بحال لبس الملمس فاش شنو اخر مهم بزاف بزاف ديال الحوايج قال بزاف ما بغا تشوفوا الفيديو سبحان الله والله عرفتي كاين شي واحد واحد العالم اخر هذا العالم كاين حوتات صغيرة شي ديك اللي طويلة خصنا كتلصق غادي تجبد واحد وحده طويله بحال هكا عطاها لينا كنقيسوها كتلصق وتصورنا ودرنا كيغ بيدينا المهم غيعطينا يمكن تصاور ولا فيديو ما عرفتش المهم اللي كان غادي نحاولوا انا بزاف عرفتي كون ما درتهاش كنت غادي ندم والله سوفيا تحت الما دار ليا تاكل مع جوج لاري مصطفى مصطفى ومحمد حقيقة دراوش وضريفين وتحية كبيرة لهم هما هذو تحية المغرب كلهم شوفوني كي داير شوفوني كي داير
عرفتي مع البحر مال شعري كيولي بحال دايره ليه جال، ما يمكنش واحد الحاله واحد الحاله. كندوزنا احسن اكسبيريونس عشتها في حياتي. انا خوافه خصكم تعرفوا هاد القضيه، النمله الا كانت قاستني كنخاف كنبدا نغوت، ولا ميم شوز بوغ الحوت، كنكون كنعوم كيدوزني حدايا كنبدا نغوت وكنهز رجلي الفوق والقيامه. مي دابا تحدينا المخاوف ديالي. اول حاجه اللي عاوني هي كنا لابسين هذيك اللبسه، دونك كانت مضرقه ليا من رجلي لايدي العنق الى راسي، ما خفتش ولكن ما ندمتش، ولا الا زعما رجعت بيا الوقت نديرها. هي حاجه واحده بلاتي نقلب لكم، بلاتي بعدا ندير لكم تور في فلاشومبر بوغ الناس ونعطيكم دي زانفو على ود بودروم فيت في. الوغ بوغ الناس اللي غادي يبغيو يجيو البودروم، احنا هذه كانت اول مره صراحه، ما كان عندنا حتى شي بروغرام، ما كنا عارفين لا فين نمشيو ولا فين نجيو، لا زعما شنو هو السونتر. الحمد لله لا زعما السونتر فين كاين فين داليا لا تضربني البرد، لا زعما السونتر فين كاين، لا حتى شي حاجه، ما كنا عارفين حتى شي حاجه. شدينا الطياره من اسطنبول، راكم عارفين اسطنبول هي اللي كانت هنا ثالث مره، يعني كنا حافظينها وفي ما كنجيو كنا كنبركو فيها 10 ايام، دونك كنا حافظينها. شدينا الطياره جينا ما قبل ريزيرفينا لوتيل، خديناه من البوكينغ وطلع لنا صراحه دخلنا لوتيل واعر. البنت اللي خدامه لتحت فاس ما عرفتش شنو سميتها، سولها تحت شنو سولها قدام، دابا نسولها. والله عمرها دارو تعاملت معنا زوين وكبرات بينا وكلشي كلشي كلشي. مهم الناس ديال بودروم فشكل اسطنبول كيتعاملوا معنا زوين، ولكن بودروم بزاف الناس ديالها كيرحبوا بك بزاف بزاف، كيخليوك انك تحب هذه المدينه. كانت عندنا 4 ايام اللي غنبركوا فيها، صدقنا زدنا في البيو، زدنا خلصنا البيو، زدنا خلصنا لوطيل يومين اخرين، وزدنا 6 ايام، يعني غنبركوا فيها 6 ايام وما ساخينش بها، وفيها ما يدير، يعني كل نهار كدير اكتيفيتي فيها ما يدير. غادي ندوي لكم على لوطيل ريزيرفيناه من البوكينغ، اي اوتيل كنمشيو ليه كنريزيرفيه من البوكينغ. دخلوا ديروا فين بغيتوا، حنايا مهم بوغ اسطنبول فوميو انكم تريزيرفيو في تقسيم، ما شرحتو انايا في انستغرام ريزيرفيو في تقسيم حيت هو اللي كيبقى حال بالليل، يعني اي وقت جاكم الجوع كتقدروا تخرجوا ليه الشاي استقلال داكشي كتاكلوا وكلشي. سينو البلايص الاخرين غتلقاهم مواشير ولكن كيسدوا بكري. هادي اول حاجه. شوفوا انا راني مشاكه وحالتي ما تديوش عليا. بالنسبه للبي ديال الطياره راه ما نقدرش نقول لكم شي ثمن محدد، حيت على حسب مع من غتجي، واش تركي واش العربيه واش لاغام، على حسب مع من غتجي. وهادي اول حاجه. وثاني حاجه نرعاتي ما شاء الله على فيو عندنا هنايا، كنشوف دابا في الباطوات وداكشي لاعبين. انساني نقلب لكم الكاميرا. هادي اول حاجه. وثاني حاجه على حسب السيزون اللي نتوما غاديين فيها، واش شهر 8 ولا شهر 9 ولا شهر 1 ولا شهر 5، الثمن كيتبدل. هذا مكان. هادي اول حاجه اول نقطه. ثاني نقطه هي قلت لكم بالنسبه لاسطنبول ستيت معكم موضوع، بالنسبه للبودروم حنايا اقسم بالله اما عارفين على مولانا فاش كنا كنريزيرفيو في فلوتيل درنا يكون قريب شويه السنتر ديال البودروم ويكون قريب للبحر. صدقنا طحنا في واحد السونتر اللي قريب للبحر وقريب لكل شيء اللي سميت هنايا غامبيت كتنسى ليا جي يو ام بي او تي غامبيت، والهوتيل حتى هو سميتو غامبيت اوتيل. زوين. انا غندير لكم تور بعدا على لا شومبر ديالنا. وكيتعاملوا مزيان الا بغيتو تجيو، وقريب لكل شيء فريمون قريب لكل شيء. وحتى لاجونس اللي كنمشيو معاها لي زاكتيفيتي صدقات لينا زوينه. مشينا معاها النوبه الاولى، خرجنا مع اكتيفيتي في البحر وداكشي، صدقات واعره داز النهار واعر، داونا البلايص واعرين، شفنا داكشي خيال علمي. نهار الثاني زغبنا الله كندورو لقينا اجونس اخر، قلنا اجي نريزيرفيو معاهم نمشيو معاهم في دوك الباطوات، داك البيغات ديال بيغات باطو قراصنه صدق زيرو زيرو. ما داونا حتى شي بلاصه زوينه، كيديونا المعادي، داونا لواحد البحر عادي. مهم صدقات خايبه، ورجعنا لديك لاجونس وعاودنا ريزيرفينا معاهم في شبيك اللي بغينا نخلو عليه شحال شبيك ديال الناس. زاهية برا. وعاودنا رجعنا لديك لاجونس، عاودنا ريزيرفينا معاهم نفس الباطو الاولاني، درنا التوغ ديالو. واليوم درنا هذه اللعيبه ديال عملنا لتحت مع الحوت، صدقات واعره ما بين احسن الحوايج اللي عشناهم اقسم بالله. وعطاونا حمام تركي فابور،
دونك فين فين التيكي قلب واش واش اليوم ولا غدا ما عرفتش جاب لي الله بحال غدا لا قلنا قلنا افتر اربو دايمين افتر خاص تكون غدا حفلة دات دونك اليوم طولت عليكم في الهضره كبيده دونك انا غادي نوريكم ندير لكم تو دابا في لا شامبر يلا دونك اول حاجه عندنا الباب هو هذا كندخلوا معاه هي لا شامبر اون فاس ما دواش على هادشي ديالنا حيت حنا حاطينه واحد الجرح هنا حرقاتني هذا لو لي كاين هنايا هاد لو كار كاين هاد الموبل هنايا كاين الثلاجة تلفزيون هنايا غندوي لكم عليه من بعد فوالا هنايا كاين هاد الماريو هذا اللي تقدروا تحطوا فيه حوايجكم ولكن حنايا حاطين فيه لاتشي بلا 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 حاطين فيه سفيان كنت كنا مخبينا انا كنوريهم ماريو شنو فيه هذا هو الحمام ما شاء الله كتدخلوا راه نتوما طوغ صغيره على الحمام شتوعد حاجاكم الدوش واخر حاجه كبيدات هي غادي نوريكم برا شوفوا لا فيوليتنا علاش كنطلو كتحل بعدا حلو الثانيه فاش يا با مويا هذا البالكون كنطلو على لا بيسين جو بونس تسمعوا البرد ولكن مي بون هنا راه ما كاينش الناس بيغ كل شومبغ الاخر كنطلو على داكشي بيسين ديال الاخرين هذا اوتيل اخر ماسك معنا فوالا البحر